Hello, my beautiful students. How are you? Today we are going to talk about ordering adjectives. الدرس كتير سهل بس بحاجة للحفظ البحت للبصم بصم. قبل ما أبلش معاكم بدي مثل ما حكيت لكم بحصصنا الزوم بدنا نحفظ خطوات ترتيب الصفات. هذا الجدول يعتمد على الحفظ، ترتيب الصفات تعتمد على حفظك واجتهادك. So ترتيب الصفات عنا دائما يبدأ بالquantity or numbers، تبدأ بالأرقام. ممنوع نحدد أول إشي عن شو منحكي. For example car تكون في آخر الجملة ويكون قبلها ترتيب الصفات. نبدأ بالنمبر الرقم 3 2 1 رقم. opinion شو رأيك بهذه السيارة؟ It's a beautiful one car or three cars. نحكي النمبر three cars. نبدأ في النمبر. Beautiful, lovely, ugly, usual, unusual, opinion. شو رأيك؟ نوصفها رأيك. So بيجي بعد النمبر الرأي. نوصفها هلأ بالسايز. بعد الرأي سايز الحجم. Big, small, huge. هيوج يا هاي الصفات موجودة طبعا لأشياء تانية بس أنا بحاول نقي الصفات المناسبة للكار. So big, small, huge car. هون عنا بنحكي عن السايز. نرجع للترتيب. Number three, beautiful, huge size. Physical qualities كيف بدنا نوصف الphysical qualities؟ أكثر شيء مناسب مثلا tidy. untidy roof خشن سلكي ناعمة. بدنا نختار الصفة المناسبة. shape شكلها round square oval. طبعا السيارة الأغلب بتكون square قريبة للسكوير أو الأوفال شكل معين. shape هلأ الايج هاي السيارة old new أنتيك قديمة جديدة. برضو عنا الايج الايج. بعدين بيجي الكلر. ممنوع يجي الكلر قبل الايج. ممنوع الايج يجي قبل السايز. نحكي حكينا number opinion size physical qualities shape age. وصلنا للكلر اللون. شو لونها؟ red blue. الكلر الاوريجين من وين مصدرها؟ من وين مكان الصناعة؟ مثلا جابانيز تركيش انجلاند دوتش. الماتيريال طبعا اي سيارة any car that is made from of metallic of metal. so metal بدنا نشوف من شو مصنوع هذا الاشي ونحط الماتيريال. التايب اللي هو النوع سايدد شيبد جنرال. البيربوس الهدف كليننج driving بكون البيربوس ing cleaning or for driving for moving الهدف من هذا الشيء. ترتيب الصفات يعتمد عليك. بدنا انا اعطيتك مثال بسيط طبعا من ضمن الامثلة اللي شرحنا عليها كتير. حكينا اهم اشي برجع بقول لازم نحفظ الترتيب للصفات. ممنوع نقل صفة قبل التانية. سايز قبل الاوبينيون حلق غلط. الايج قبل السايز حلق غلط. الكلر قبل الاوبينيون حلق غلط. بدنا نمشي بالترتيب بالترتيب. مثال بسيط for example هون عنا لنفرد old yellow a British small box. بنحكي عن شو؟ بنحكي عن البوكس. so بنحطه في النهاية بوكس. بنحكي أول إشي عنا a small small. في عنا opinion؟ لا. إذا بدنا ندور على اللي بعديها عنا ال small يلي هو السايز small. بعدين عنا ال age old بدنا نحط old. بعدين عنا ال color. في عنا shape؟ ما عنا shape. لو عنا square or round بنحط بعد ال age الشيب. بعد الايج الشيب بس ما عنا شيب. اذا منيجي للكلر عنا يلو واخر شيء عنا بعد الكلر الاوريجين يلي هو بريتش
box. ما في عندنا material. لو عندنا material بنضيفها مثلا wooden box بنحطها British wooden box وهكذا. For example, car fast Italian new red. نحكي عن شو بهاي الجملة؟ عن الكار، نحطها في النهاية car. هلا عندنا هون opinion اللي هو fast. شو رأيك بالسيارة؟ سريعة. A fast. هلا بعد الفاست بعد الopinion في عنا سايز؟ لا. في عنا ايج؟ يس عنا نيو تعتبر ايج and fast new. طيب عنا شيب؟ لا. عنا كلر؟ يس نزل الكلر a fast new. عنا الكلر red. طيب عنا origin؟ يس Italian. واخر شيء car. بدنا نحفظ ترتيب الصفات مهم جدا لحل اسئلتنا. Opinion, size, age, shape, color, origin, material and purpose. That was our lesson for today. Thank you and see you with a new lesson very soon. Thank you.